أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للهيئة قد شهدت نشاطاً لافتاً خلال العام 2023 من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن، واستقبلت موانئ العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط ما إجمالي 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة. وكذلك استقبلت كل من موانئ السخنة والأدبية والطور في المنطقة الجنوبية على البحر الأحمر نحو 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال العام. نفذ برنامج مشروعك أكثر من 210 ألاف مشروع بإجمالي استثمارات بلغ 27.8 مليار جنيه منذ انطلاقه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة. يوفر هذا البرنامج برنامج مشروعك يوفر برامج تمويلية ميسرة تتيح قروضا للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كافة المجالات الإنتاجية، والتي تساهم في سد احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي، والتي تأتي استمراراً لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، نظراً لكونها سوقاً واعداً أمام الصادرات المصرية. أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب وسط تداولات كلية بلغت نحو 4 مليارات و 990 مليون جنيه. هذا وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إيجيك 30 بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 27,666 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 6,584 نقطة. كذلك صعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9,319 نقطة. في سوق البترول العالمية تذبذبت أسعار النفط ما بين خسائر ومكاسب طفيفة، مع تقييم المتداولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار، منها التوتر الجيوسياسي والمخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وكذلك ارتفاع الدولار. وقد ارتفعت في هذا الإطار العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 1.2% لتحقق 80 دولار و13 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 1.1% لتصل إلى 75 دولار و3 سنتات للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 47% لتصل إلى 2.67 دولار للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 2% لتسجل ما قيمته دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يواصل سائقو القطارات أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديدية الألماني، مما سيؤدي إلى تعطل حركة المرور لمدة 6 أيام. سيكلف بلا شك أكبر اقتصاد في أوروبا مئات الملايين من اليوروات، ومن المقرر أن ينهي السائقون إضرابهم يوم الاثنين القادم. يرجع سبب الإضراب إلى خلاف على الأجور وساعات العمل المقررة،
وهو الإضراب الرابع منذ نوفمبر من العام الماضي 2023 وسط تعثر المفاوضات بين الشركة ونقابة سائق القطارات. وتعد ألمانيا مركزا لحركة الشحن من خلال 6 ممرات شحن أوروبية للسكك الحديدية، وتشغل شركة السكك الحديدية للشحن التابعة للشركة الوطنية الحديدية تشغل نحو 120 ألف قطار أسبوعيا لخدمة جزء كبير من القارة الأوروبية. أعلنت وزارة المالية اليابانية أن واردات اليابان من النفط الخام والتي تم تخليصها جمركيا انخفضت ب 5.2% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. أظهرت بيانات أولية أن اليابان رابع أكبر مشتري للخام في العالم، استوردت ب 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي، بينما بلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن في الشهر الماضي، بزيادة بلغت 7.2% عن العام السابق. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة المولدة من مصادر منخفضة الانبعاثات كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ستكون كافية لتلبية النمو في الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث القادمة، مضيفة أن انبعاثات القطاع آخذة في الانخفاض. هذا توقعت الوكالة أن تشكل الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات ما يقرب من نصف الطاقة العالمية بحلول عام 2026، ارتفاعا من أقل من 40% في 2023 بعد نمو قياسي. وتوقعت الوكالة أن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم بحلول عام 2025 لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الكهرباء المولدة.